النهارده هنجاوب على سؤال بنسمعه كتير جدا جدا، الصمام هنغيره امتى وهنحتاج نطوله امتى، وهل الصمام ممكن يكفي العمر كله ولا لازم كل شويه نطوله؟ دي كلها اسئله بتتردد باستمرار وهنجاوب عليها في المقطع ده باذن الله. يقول لي دلوقتي انت يا دكتور ركبت الصمام للطفل وهو عنده شهرين او ثلاثه او اربعه، طيب هو هيكبر وهيبقى عنده 6 و7 و10، طيب احنا دلوقتي انت حاطط انبوبه واصله من الراس لغايه البطن، طب دلوقتي لما يكبر الانبوبه دي هتعمل ايه؟ يعني نحتاج نغيره كم مره؟ ف ده سؤال دايما بسمعه من الاهل واحب اجاوب عليه بوضوح. دلوقتي احنا طبعا بنحط في حسابنا الموضوع ده، وبالتالي احنا بنحط في البطن طول كبير جدا جدا. الطول ده عاده يعني كان بيكفي لغايه سن 8 9، وبعدين عند سن 8 أو 9 بنعمل أشعة ونشوف لو الأنبوبة قصيرة بنطولها. وبعدين في سنة 98 ظهرت دراسة جديدة ظهرت إن لو حطينا الطول كله بتاع الأنبوبة ما بيحصلش حاجة، ما بيحصلش مضاعفات. وبالتالي في عدد كبير من الجراحين بيحط الطول كله بتاع الأنبوبة بحيث إنه عادة بيكفي العمر كله، فلو الصمام ما تسدش بيفضل نفس الصمام شغال على طول. ولو الجراح بقى حط طول قصير بنحتاج بقى فعلا عند سن 7 سنين نعمل اشعه قبل الفتره طبعا اللي هي بتاعه المراهقه اللي الطفل بيكبر جدا. طب انا اعرف ازاي؟ هو يا اما الجراح يكتب في تقرير العمليه هو حط طول قد ايه، او لو انت ما عندكش معلومات هو الجراح حط قد ايه، يبقى احنا الاحوط ان احنا على سن 7 أو 8 سنين نعمل اشعه عاديه على البطن ونشوف قد ايه طول فاضل في الانبوبه، وبناء عليه لو لقيناه قصير او حاجه ممكن نطول. يبقى ده كان الرد على السؤال اللي دايما بسمعه ودايما بيحير الناس، ازاي الانبوبه نفس الصمام اللي ركب في الطفل اللي عنده شهر هيكفيه لغايه ما يكبر. هو طبعا الانبوبه نفسها معموله من ماده مرنه وناعمه جدا جدا، فطبعا كل ما الطفل بيكبر الماده دي الانبوبه بتنسحب لاعلى وبيبقى عندنا طول كبير قوي في البطن. يبقى ده كانت الاجابه على السؤال. شكرا.